جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم ميم، ويقيم في المملكة. له قضية يقول فيها: أنا مواطن مصري، ولكن إن شاء الله أن أعمل ببلدي الثاني المملكة العربية السعودية تاركا عملي بمصر. ولي أم كبيرة في السن يجلس معها أصغر إخوتي وهو وزوجته في نفس بيت العائلة ليقوم برعايتها، وبقية إخوتي كل في عمله مع زوجته وأولاده بعيدا عن البلد التي نقيم فيها وتقيم فيها أمي. ولكن للأسف الشديد في الفترة الأخيرة عندما قمت بإجازتي إلى مصر وجدت أمي في حالة سيئة جدا للغاية، الأمر الذي أدى إلى أن أنادي إخوتي البنات للقيام برعايتها وإبعاد زوجة أخي التي والله أعلم كانت تسيء معاملتها في غيابنا. فما موقفي أنا تجاه أمي؟ هل أنا مذنب تجاهها لما تركتها وهي على تلك الحالة؟ وهل توجهوني بأمر آخر؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يجب عليك العناية بأمك والقيام بمصالحها وما تحتاج إليه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بذلك. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيجب عليك القيام بحقوق أمك والعناية بها وخدمتها، وإن كان هناك من ينوب عنك من زوجتك أو بناتك أو أولادك الحاضرين أو إخوتك فإن المقصود يحصل بذلك ولو لم تحضر أنت. وإذا لم يكن هناك من يقوم بشأنها فإنك تبقى عندها وتطلب الرزق في بلدك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويجب على كل واحد من إخوانك مثل ما يجب عليك، لأن الحق واجب على الجميع، ولكن إذا لم يقوموا بواجبهم فإنك أنت تقوم بواجبك ويكون الأجر لك والثواب لك لذلك عند الله سبحانه وتعالى. وهذه غبطة لك وخير اختصك الله تعالى به.